أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في صدقة الماء التي توزع في المقابر عند دفن الموتى؟ هل فيها محظور شرعي؟ والله أنا ما أرى توزيع عند المقابر لا ماء ولا لحم ولا أي شيء. ما يحدث شيء ما كان السلف يفعلونه، هذا يفتح الباب إلى التوسع وإلى إدخال البدع. نعم، ولا هم بالناس هلسين منظمة إلا منهم طلعوا ودفنوا الميت يروحون يشربون من بيوتهم ولا من البرادات. ما عمر تصير الناس ماتوا ضمى بالمقبرة أبدا.